الامريكي يضرب بقوه وتغييرات مفاجئه في حاله الطقس كما تشاهدون سنعطيكم التفاصيل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا بكم متابعينا على قناتنا طقس الفله تحيه طيبه للجميع وتحيه طيبه للجميع متابعينا عبر طلاب الوطن اهلا بكم مشاهدينا الكرام فيتوقع باذن الله تغييرات كبيره ومفاجئه ودخول اضطرابات جويه سنقدم لكم النموذج الامريكي اخواني الكرام لاخر تحديث لها الذي صدر قبل ساعتين من الان اخواني الكرام قبل اخذ التفاصيل لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناه شكرا لكم بالنسبة للفترة المسائية من يوم الاثنين فيتوقع استمرار الأجواء الغير المستقرة على المناطق الجنوب الشرقي للمملكة والمناطق المعنية فهي المناطق المعنية بالعواصف الرعدية فالمناطق خنيفرة وكذلك كيكو وميدلت وتطلحاج والرشيدية وتبانت وبني ملال وإملشيل وتنفيذ وتشيخ وآسول والرشيدية وكذلك أكادير بوشيبة. وكذلك ربما تصل بعض القطرات المطريه على اقال وكذلك بوعرفه ووطت الحاج مع احتمال بعض الرياح النشطه اخواني كرام خلال يوم الثلاثاء استمرار الاجواء كذلك الغير مستقره مناطق المرتفعات الحوز ستعرف بعض الاضطرابات الرعديه المناطق وضد الحاج وميدل تبني ملال وتبينت كذلك تيرودانت وتليوين اما بالنسبه لتوقعات الايام القادمه فيشير نموذج الامريكي جي اف 22 كيلومتر لاستمرار الاضطرابات الجويه على مناطق الجهه الشرقيه ان شاء الله على مناطق بعرفه وكذلك وضع الحاج وكيكو خنيفره وميسور وميدلت وتومفيت والريش وغرامه وايمنشين واسول والرشيديه وقلميمه وتنغير وتبانت ومن المتوقع استمرار الاجواء الغير مستقره كذلك ليوم الخميس على المناطق الشمال الاقليم الجنوبي المملكه وكذلك بعض الاضطرابات الجويه على المرتفعات الحوز مناطق من جانات أنظميز مراكوش وكذلك تلوين وتازناخت وتباينت وازلال وايمشيل وكذلك ميدلت وسوف نلقي نظره على التوقعات البعيده المدى وكما كما اقول لكم اخواني الكرام التوقعات البعيده المدى قابله للتغيير بالنسبه ليوم الجمعه تساقطات ربما تكون على الرباط الدار البيضاء لكن تبقى ضعيفه عموما ان شاء الله خلال يوم الجمعه اضطرابات جويه مهمه على مناطق الجهه الشرقيه والمناطق المعنيه فهي وجده وجراده وكذلك عاطف وتوريت وطاط الحاج وميسور ميدلت وتنفيت والرشدية والريش وقرامه وتساقطات مهمه على ورزازات ان شاء الله وكذلك مناطق تيزنيت وطاطا ان شاء الله وسيدي افني خلال كذلك يوم السبت اضطرابات جوية في الفترة الصباحية حاضرة على مناطق قطاطا واغرم ان شاء الله وفي مسجد ومناطق اكز وزاكورا ورزازات وتنغير كذلك ايرفود ومرزوقة وريش وكذلك مناطق بعرفة ويتوقع أن الاضطرابات تستمر كذلك ليوم السبت مع تغييرات مفاجئة بالنموذج الأمريكي تساقطات مطرية محتملة التي يزنيدها بالفاع وإتباه أكادير وترودانت وأغرم وكذلك أي اوكامدن او ميز ام تانوتشي شاو مروك سيدي بن نوقل عسرغنا اكادير ورززات ورزازات وتباينت الظلال اسول ام الجيل والريش والرشيديه وتنغير ومناطق زود الشيخ وتنفيت ان شاء الله تساقطات مطريه معتبره ان شاء الله بداية من الفترة المسائية سوف تستمر الاضطرابات الجوية العاصفية اخواني الكرام مع تطورات جد قوية نسأل الله الثبات لهذه الخيرات اخواني الكرام وما زالت التوقعات نسبيا بعيدة لكن عموما آه إن شاء الله نتمنى خير إخوانا الكرام تساقطات محترمة على مناطق سيدي يفني وتيزنيت وأيتباها بالفاء قدير وكذلك تارودانت وتاريوين وإغرم وكذلك ايمن تانوت وشيشا وأصويرا خمسة الحاج ان شاء الله وأسفي الوليديه سيدي بن نور ولاد فرج الجديده الدار البيضاء برشيد وسطات والقاره بن سليمان والرباط الروماني الخميسات وسيد سليمان قريه ابو محمد تساقطات مطريه حاضر سكور ممتاز وكذلك ميد وسنعطيكم كذلك كميه الامطار المتوقعه باذن الله ولوطه الحاج متواصله طقس قوي وممطر على مناطق خنيفره واضطرابات جويه مهمه على منطقة بني ملال وإماشيل وكذلك آسول وقلع مراكش وكيمدن أمزميز تانوت وتينغير ورزازات أكز وكذلك تاليوين وتزنق إن شاء الله والمناطق الجنوب الشرقي والجهة الشرقية على مناطق أوطات الحاج ميسور سكورة مداز وعطف وقرسيف وجرادة وتاوريت ووجدة اضطرابات جوية محترمة إن شاء الله كذلك على العديد من المناطق بحول الله ومن المتوقع استمرار الأجواء الغير مستقرة إن شاء الله في الفترة الليلية بشكل قوي ويحتمل باذن الله تكونات رعدية قوية محليا وخصوصا على مناطق سيدي افني وقلميم وكذلك افركات واس وكذلك طنطان وتفراوت ايتباها وترودانت وزاكورا قد تصل حتى مناطق اكادير وايتاود لكن عموما توقعات ما زالت بعيدة ربما تعرفوا تغييرات إخواني الكرام خلال الأيام القادمة سنعطيكم آخر التفاصيل تساقطات إن شاء الله على آسف الوليدية بشكل ضعيف على الدار البيضاء بن سليمان والرباط سيد سليمان قرية محمد وكذلك مناطق تاونات وفاس ومكناس الخميسات وتالة وتاونات وتبانت وسكور مداز وإفران نتمنى خير إخواني الكرام نتفائل خير إن شاء الله تساقطات مطرية على خنيفرة وزوج الشيخ بن ملال إملشيل آسول وأزيلالا قدير بوشيبة وكمدن أمزميز وآرفود كذلك مرزوقة وعاطف وعودة إن شاء الله البشائر الخير إلى المملكة بحول الله وكما يشير نموذج الأمريكي خوني كرام بالنسبة للتوقعات للأيام كذلك المقبلة فيتوقع استمرار الاضطراب الجوي إن شاء الله كذلك اليوم الأحد بإذن الله على مناطق الجنوب الشرقي بإذن الله على مناطق زغورة وكذلك قلميم واشت وطنطان وكذلك تطع وتلوين ومرزوقة ويوم الأحد اضطرابات الجوية متواصلة على سوس وقلميم وتيزنيت وتلوين وطاطا وشفشاون ومراكش بن قرير وخريبقة وبني ملال وخريبقة وخنيفرة تساقطات مهمة ستعرفها عدة مناطق بين المملكة بإذن الله تساقطات مهمة على مناطق تيزنيت وقلميم وطاطا وفمزقيد مسجد ورزازات وتلوين تازناخت ومراكش بن قرير قلسرغنا وكذلك شيشاوة مناطق سيدي عشمان اليوسفية والبروج وابني من الله الفقير الصالح صالح وارحمنا كذلك الترابات على مرتفعات الاطلس والحوزه وعلى مناطق سول ان شاء الله وقلميمه والرشيديه وتنغير وقرامه وميدلتا واخنيفره وميسور وكمدن ووطط الحاج وكذلك يوم الاحد ثمانية من هذا الشهر التوقعات بعيده قابلة للتغيير كما اقول لكم دوما اخواني الكرام نحن نتفائل الخير باخر تحديث الذي صدر من النماذج الطقس العالمي وخرائط الطقس للرصد الجوي وكما تشاهدون فالاضطرابات الجوية محتملة بإذن الله على العديد من مناطق المملكة سنعطيكم في نشرة المقبلة إن شاء الله التوقعات الأيام القادمة وكذلك في تحديثات المباشرة ويتوقع استمرار بعض الاضطرابات الجوية خلال توقعات الأيام القادمة بالنسبة لتراكمات الأمطار فكما تشاهدون هناك تراكمات جد مهمة على العديد من مناطق المملكة قد تصل تراكمات الأمطار إلى أزيد من خمسين ملم مشاهدينا الكرام. عموما التوقعات ما زالت بعيدة المدى والتراكمات المهمة سوف تشهدها باللون الأصفر مناطق في مسجد وطاطا وتليوين وغرزازات وزاكورة وتينغير وتبانت والراشدية ومرزوقة وميدلت هذه المناطق كذلك بعرفة وطاطا الحاج هي المناطق المعنية اما بالنسبه للشمال الغربي امطار ضعيفه عموما ربما تصل بعض السحب الممطره الضعيفه وكذلك على سوس قد تكون بعض الامطار معتبره الى ضعيفه احيانا اما بالنسبه للجنوب الشرقي والجهه الشرقي وبعرفه هذه المناطق طرف تساقطات مهمه باذن الله على العديد من مناطق المملكه كما ذكرنا لكم نسال الله الثبات توقعت ما زالت بعيده المدى لكن عموما في هذا الاسبوع سيكون اضطرابات رعديه متواصله من اللون الاصفر اخواني الكرام والتحيه طيبه للجميع مشاهدينا الكرام قد تصل كما قلنا على مناطق وتد الحاجة خمسة و ستة وعشرين مليمتر ميدلت وكذلك المناطق التي سوف تعرف تساقطات مطرية قوية فهي مناطق الرشيدية وميدلت وتبانت ورزازات وتلوين وفي مسجد وطاطا إن شاء الله وتارودانت وأكادير هاد المناطق تعرف تساقطات مهمة بإذن الله خلال الأيام القادمة لآخر تحديثات نماذج الطقس العالمية